وسط زحام نيو دلهي المستمر وجدنا هذه الحديقة الجميلة، حديقة صراحة جميلة للتنزه، بها أشجار وبها حيوانات وما إلى ذلك، ولكن اكتشفنا أن هذه الحديقة تحمل بين طياتها تاريخا يرجع إلى المسلمين الذين حكموا الهند. فهيا بنا نتعرف على هذا التاريخ وهذه المباني الجميلة الموجودة في حديقة لودي بنيو دلهي. من هنا حكم السيديون واللوديون والمغول الهند، وهنا أيضا دفنوا. نبدأ رحلتنا من أمام قبر محمد شاه الحاكم السيدي الثالث، وهي العائلة التي حكمت أجزاء من الهند لفترة قصيرة. ويتميز قبر محمد شاه بكثير من السمات المميزة لعصره، ويعد مزيجاً بين المعمار الإسلامي وفن الزخرفة الهندي. وعندما تمشي في حديقة لودي فإنك تمشي عبر الزمان. فهذا المبنى مثلاً، القبة الكبيرة، هو من عصر آخر، هو عصر اللوديين، مربوط في نفس الساحة بهذا المبنى، وهو استراحة للضيوف في الجانب الشرقي. والناحية الأخرى هناك مسجد للصلاة، هناك بعض الزخارف العربية وأيضاً الهندية. المسجد يعد مثالاً فريداً للتقنية الزخرفية في الحجر الجيري المحفور والمطلي المستخدم في فترة لودي، خاصة فيما يتعلق بالنقوش المحفورة على المداخل. معلم فريد آخر من معالم حديقة لودي هو قبر سيكندرا لودي، وللقبر بوابة متقنة البناء، ويتميز بزخرفة البلاط بأصباغ معدنية خضراء وزرقاء. هنا إذن تنتهي الرحلة في حديقة لودي من أمام قبر سيكندرا لودي، وهو الذي حكم الهند. صراحة أنا استمتعت بهذه الحديقة، مزيج من الزهور والحيوانات وأيضا الآثار التي تعتبر فريدة، وهي آثار مزيج بين التراث والمعمار الهندي والإسلامي.